مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الحلقه 5 لمسلسل وات اف. بس قبل ما نبدا في الشرح يا ريت تشترك في القناه وتحط لايك على الفيديو ويلا نبدا. اول حاجه نبدا بيها واللي هي الحلقه كانت بتتكلم عن ايه. الحلقه بتتكلم عن ماذا لو هيمضال في احداث انفينيتي وور رجع بروس بانر للارض فعلا زي ما حصل في الفيلم، بس الاختلاف هنا ان الارض دي هيبقى كل موجودين فيها زومبي، فالحلقه كلها بتدور حوالين الجزئيه دي. تاني حاجه نوضحها في الحلقه دي واللي هي الزومبيز الموجودين. الزومبيز الموجودين في الكون ده بيقدروا لما هم بيتحولوا لزومبيز يستخدموا نفس القوه بتاعتهم، يعني مثلا ايرون مان بيستخدم الدرع بتاعه لو هو تحول لزومبي هيقدر ان هو يستخدم الدرع زي ما هو، هوكاي مثلا اتحول لزومبي فيقدر ان هو يستخدم الاسهم زي ما هو كان طبيعي. واظن الكلام ده انتوا فهمتوه لما شفتوا ايرون مان بيستخدم الدرع بتاعه، وونج بيستخدم السحر بتاعه، وسكارلت ويتش بتستخدم السحر بتاعها، وهوب وهي قاعده بتتحول وبتصغر وبتكبر. تالت حاجه وفي ناس كتير قوي على الفيسبوك قاعده بتقولها لي، واللي هي انه سبايدر مان اللي كان قاعد بيتكلم في الحلقه دي هو توم هولاند ولا مش هو. انا من الفيديو بتاع المعلومات اللي انا قلته اساسا من قبل ما المسلسل ما ينزل قلت انه توم هولاند مش هو اللي هيعمل الصوت بتاعه في المسلسل ده، وده بسبب طبعا ان هو كان بيصور سبايدر مان هم، فمش هيقدر ان هو يسجل الصوت من هنا وفي نفس الوقت يصور الفيلم. فمن الاخر كده اللي عمل الصوت ده مش توم هولاند، وطبعا اكيد مش هيبقى اندرو جارفيلد زي ما في ناس قالت لي كده على الانبوكس، ولا اندرو ولا توم هولاند، ده واحد تالت. المشهد اللي بعد كده بتاع سبايدر مان وهو بياخد بروس بانر، المشهد ده كان هو نفس اللي هو عمله مع ايرون مان في الفيلم بتاع انفينيتي وور. في نفس التايم لاين دوت المفروض ان احداث سيفل وور ما حصلتش، يعني بمعنى اصح ما كانش فيه تفرقه، وده اللي بيوضحه البدله بتاعت بلاك بانسر اللي كانت موجوده في سيفل وور وظهرت في الحلقه دي، وبرده البدله بتاعت كاب وبرده هوكاي نفس الشكل بتاعهم من سيفل وور هو نفس الموجود هنا. المشهد اللي بعد كده بتاع بيتر وهو قاعد بيتكلم عن عمه بن، وانا زي ما قلت امبارح في الفيديو بتاع نظريات سبايدر مان ان هو فيلم سبايدر مان نو واي هوم هيكون اول فيلم يعتبر هيتكلم عن انكل بن اللي هو عم بيتر المفروض، ودي لاول مره هتحصل في التاريخ بتاع الام سي يو ان هو سبايدر مان هيتكلم عن عمه، لان زي ما شفنا في الافلام بتاعت ام سي يو هو ما جابش سيرته خالص، هو لمح له اوف سيفل وور لما كان قاعد مع توني بس ما اتكلمش عنه ولا قال اسمه، وحتى في الحلقه دي قال انه في حاجات غريبه بتحصل وحاجات مش حلوه والكلام ده كان قصده برضه على عمه. عندنا بعد كده في الحلقه دي بيتر وهو قاعد بيتكلم في الحلقه هو قال على الماسك بتاعه، وباين ان هو سبايدر مان وهويته كده معروفه، وهو المفروض ان هو بيحافظ على هويته زي ما احنا شفنا، وطبعا اكيد في الفيلم بتاع سبايدر مان نو واي هوم قايم على النقطه دي ان هو ازاي هيرجع هويته زي ما كانت. بس في الحلقه دي هو يعتبر طلع هويته قدام الكل لان هو عارف ان الكل بقى زومبي، واذا كان في حد اتفرج على الفيديو ده فيبقى واحد من افنجرز او واحد هيحاول ان هو ينضم ليهم، مثلا اذا كان مثلا واحد عنده قوه او كده، او من الاخر يعني حد نجا من المشكله اللي هي بتاعت الزومبي. عندنا بعد كده اللقطه بتاعت هابي في الفيديو بتاع سبايدر مان مكتوب فيها ان هو اسمه هابي بس هو مش هابي، يعني هو مش سعيد، والمهارات بتاعته تعتبر السواقه زي ما احنا شفنا في هوم كامينج والفيلم بتاع ايرون مان 2، ومهاره البوكسنج ودي برده اللي احنا شفناها في ايرون مان 2. عندنا بعد كده كيرت واللي هو صاحب سكوت في الفيلم بتاع انت مان لو انتوا تفتكروا، ظهر بنفس الجاكيت اللي هو كان موجود فيه في الفيلم. المهارات بتاعته على حسب المكتوب ان هو عنده لغات كتيره وسلافيك فلوكر، ودي معناه ان هو بيصدق وبيخاف من بابا ييجا اللي هي هنتكلم عليها بعد شويه، ونفس الجاكيت اللي لسه متكلم عليه من شويه هو نفس الجاكيت اللي ظهر في الفيلم زي ما انا بقول اللي هو بتاعه هو كان بيأسس الشركه بتاعته. عندنا بعد كده اللقطه بتاعت باكي برده وهو ظهر في الفيلم بتاع سبايدر مان مكتوب عليه ان هو قاتل صامت، وده اللي احنا شفناه في الافلام بتاعت كابتن امريكا، وده يعتبر تلميح لانه بيقتل الناس من غير ما يتكلم، وكاتب في المهارات بتاعته ان هو قاتل وعنده ايد مدمره ونومه تقيل. اللقطه اللي بعد كده بتاعت شارون كارتر وهي بتظهر برده في الفيلم بتاع بيتر، وبيتر مسميه في الفيديو ده ذا بلوند بوند، اي اشاره يعني للافلام بتاعت جيمس بوند، والمهارات بتاعتها التجسس والاسعافات الاوليه، ومكتوب اليجيس واللي هي دي معناها الثناء او الشخص اللي هو بيفضل يشكر في واحد مثلا لسه ميت، والثناء دي اللي انا بتكلم عليها لو انتم بتشوفوا افلام امريكي بتلاقوا لما في حد بيجي عشان يموت في واحد مثلا من اللي يعرفهم بيجي يقف وبيتكلم كده بيبقى في كلام كده هو كاتبه في ورقه، هو ده بقى معنى اليجيوس اللي هو كاتبها دي، وده يعتبر تلميح ليها في الفيلم بتاع سيفل وور او وينتر سولجر مش فاكر الصراحه كان انهي واحد، لما بيجي كارتر ماتت وساعتها كان ستيف وكان تاني دوت اللي هو كابتن امريكا اللي عمل المسلسل بتاعه اللي هو كان اسمه فالكون كانوا موجودين في العزا بتاع بيجي كارتر. عندنا بعد كده اللقطه بتاعت زواسب لما هي موتت شارون عن طريق ان هي صغرت وبعد كده كبرت نفسها لما دخلت جسمها، اللقطه دي تعتبر رد من مارفل على كل الفانز اللي كانوا قاعدين بيقولوا النظريه بتاعت اند جيم اللي هي النظريه الناس طلعتها لمارفل وقالت هو ليه انت مان ما صغرش حجمه ودخل جوه جسم ثانوس بعد كده كبر نفسه وموته وخلصنا من الكلام ده كله، وكان ايرون مان هيفضل مكمل، فده يعتبر رد من مارفل على النقطه دي اللي الناس كانت قاعده بتتكلم عليها. عندنا بعد كده الجمله بتاعت اند اوف ذا لاين اللي هو وينتر سولجر بيقولها لستيف، دي تعتبر تلميحه للجمله بتاعت ستيف لما هو كان قاعد بيقول لباكي ان هم المفروض يكملوا مع بعض لحد اخر المطاف وان هم دايما جنب بعض وبيساعدوا بعض، ويعتبر برده في نفس الوقت تلميح لان هو ما كانش عايز ان هو يموت باكي في الفيلم بتاع سيفل وور وينتر سولجر. هنا بقى باكي بيقول لستيف ان هو فعلا ده اخره
خطهم ان هم مش هيكملوا تاني. اللقطه اللي بعد كده اللي بيتقال فيها ان العلاج موجود في جيرسي. هنا جيرسي دي اللي هم قصدهم عليها القاعده اللي ستيف اتربى فيها او اللي هو يعني اتاهل فيها في الجيش في الفيلم بتاع كابتن امريكا ذا فيرست افنجر، وهي هي نفس القاعده اللي في الفيلم بتاع اند جيم. توني ستارك وستيف رجعوا بالزمن عشان يجيبوا التيسراكت من هناك، او هو نفس المكان ونفس القاعده. بعد كده هنيجي لبابا ييجا اللي كارتر كان قاعد بيتكلم عليها وبيلمح عليها كتير في الحلقه دي. هو كان قصده على بابا ييجا اللي هي الشبح اللي كانت موجوده في انت مان اند ذا واسب اللي هو الجزء الثاني، اللي هي تعتبر كانت ظاهره اسمها جوست. بس في الحلقه دي هو مش بيقول بابا ييجا على جوست، لا هنا بقى في الحلقه دي هو كان مسمي بابا ييجا اللي هي سكارلت ويتش. عندنا بعد كده اللقطه بتاع سبايدر مان وهو بيسحب القطر، تعتبر تلميحه لتوبي ماجواير في الفيلم بتاع سبايدر مان 2 لما هو برده كان بيحاول ان هو يوقف القطر بالحبال بتاعته. دي تعتبر برده تلميحه بس بالعكس، ان هو في الفيلم كان بيحاول ان هو يوقف القطر، هنا بيحاول ان هو يشغل القطر. عندنا بعد كده الايد الهابي بيفضل يضرب بيها الزومبي وهو قاعد بيقول بلام، وفي نفس الوقت شارون بتاخدها منه لما هو يعني بيجي عشان يتحول لزومبي. الايد دي تعتبر بتاعت ايرون مان في الاحداث بتاعت سيفل وور لو انتوا تفتكروا، لما كان ايرون مان جاي عشان يضرب باكي لما هو قلب عليهم كلهم. بعد كده بتوضح اللقطه بتاعت فيجن ان هو بيقدر ان هو يتحكم في العقل بتاع الزومبي ويخليهم ان هم ما يخشوش المكان اللي هو قاعد فيه عن طريق الحجر بتاع العقل، وان هو يقدر انه يمنع الزومبي يعني ان هم يخشوا القاعده او يضربوا اي حد من الموجودين جوه. بعد كده بتظهر اللقطه بتاعت فيجن وهو بيضحي بنفسه وبيشيل الحجر من دماغه، نفس الحركه اللي حصلت في انفينيتي وور، بس المره دي ثانوس مش هو اللي خده بايده، لا فيجن هو اللي شاله بايده واداه للباقيين عشان يرجعوا واكاندا بعد كده يعالجوا الناس كلها ويمنعوا الحوار بتاع الزومبي ده. عندنا لقطه بعد كده بتاعت ثانوس وهو بيجمع 6 احجار، ودي بتوضح انه مهما ثانوس كان زومبي او مش زومبي فهو هيجمع الاحجار بتاعته. اللي ظهر لحد اللقطه دي تعتبر 5 احجار، وما نعرفش فيما بعد هل هم موتوه ولا ايه اللي حصل. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. وبيس.